ورديت بذاك اسمك وطيوبك، اطلع لك نجم الضوء على دروبك. لو رديت بذاك اسمك وطيوبك، اطلع لك نجم الضوء على دروبك. جنة وفوق الجنة تعطر بوبك. طيب. جنة وفوق الجنة تعطر بوبك. انا وياك وما حد مني بوقك. يوم ما اشوفك، يوم ما اشوفك ما اريد عيوني. يوم ما اشوفك شلي بعيوني عيوني. الله يحمي لك هالصوت، خلي الياك ويحميك هيك ويحمي الروح اللي بتجنن اللي جواتك. الله يحفظك يا رب. مين كان يغنيها هاي الغنية؟ هاي اغنية للفنان سعدون جابر. عين عليك. حضرتك معناتها من مناطق الفرات؟ من دير الزور انا. والنعم والله. من محافظة لهجة هيك الجميلة جدا. نعم، لاهل دير الزور. لهجة شكون؟ اقعد تقول لك. اه والثرود. نعم. والثرود والكليجة. والكليجة والباتشا اللي احنا نسميها روس غنم. اها. اي نعم، عاداتنا حلوة احنا بدير الزور. انتوا حلوين ولهجتكم. نعم. حلوه وعاداتكم حلوه. نعم نعم، احنا عندنا دائما هي يسموها العزيمه بالافطار، يعني يعزمون بعضهم مع بعض. خص نص على اكله الباميه ولحمه وهيك ومرقه حمراء وثرود، شغله يعني عال العال. تمام والله، اتمنى تشريفك هناك. دخيل قلبك، انا متشرف فيك هلا بهذا اللقاء. خليلي اياك، طول لي بعمرك. في مثل بيقول الحكي لك يا كني. اسمعي يا جارة. يا عيني عليك، أي متى بينقال هذا المثل وليش بينقال؟ أستاذ، هذا المثل ينقال أنه يعني الحماية تسمع جارتها بالوصف لكنتها. أنه تحكي هالكلام هذا مشان الكنة تسمع الكلام ويوصل الكلام للجارة إذا كانت مثلا متضايقة منها أو كذا أو شيء أو كذا، فيقولون أنه الحكي لك يا كنة. اسمعي يا جارة، رسائل مدسوسة يعني. نعم سيدي، نعم رسائل مدسوسة. دخيل قلبك، أنا تشرفت فيه. على راسي سيدي. وهيك وأنت بطل هاي الحلقة. الله يبارك فيك. لك العام وانت بألف خير. الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. إن شاء الله هيك ألف. الله يبارك فيكم إن شاء الله. شكرا. حكي لك يا كني. اسمع يا جارة. اسمع يا جارة. نعم. ليش بينقال هذا المثل؟ أهل الأمثال ما خلوا شيء إلا ما قالوا. تمام، شو معنات إنه الحكي لك يا كني اسمع يا جارة؟ مشان تتحرك الكنة مع حماتها. يعني هذا حكي هيك مدسوس بيكون. نعم. إنه عم تسمعها. نعم. حضرتك من وين؟ من الأدم. والنعم والله. أبو شو البركة؟ أبو خالد. أهلين بأبو خالد. أهلا وسهلا. أبو خالد، عادات وتقاليد الشام وريف الشام بأيام رمضان مثل. نعم. شو؟ عادات حلوة. الاجتماع حلو والثقبة. كيف بتصير الثقبة؟ والله هن بيثقبوا لك وهن بيثقبوا لنا ونثقب لبعض. أكلات هيك، أكلات ظريفة برمضان مثل شو؟ شو بتعرف هيك أكلات ظريفة؟ هيك رز فول، رز بازاليا، سلطة بلبن. مشروبات كمان هيك ظريفة برمضان؟ تمر هندي، سوس. يا عيني عليك، السوس بيرفع الضغط ولا لا؟ والله مو لكل الناس، لناس وناس الضغط. أنت بتحب السوس ولا ما بتحبه؟ نعم. بدك تصف وتنزل مشان تجي ربحك. موافق؟ لك أحلى زلمة. لا لا خليك، كفي كفي، لك سكرت الطريق. شرفتني بهذا اللقاء. يا بنت أهلا وسهلا. لك هيك العام وانت بألف خير. وانت بخير. رمضان كريم. دخيل لي خلقك. دخيل قلبك. شكرا شكرا. قد ايه صار لك هيك ناطره لحتى زبطت وهيك وطلعنا باللقاء؟ اول شيء ما تاملت اني انه لاحق دور. ما توقعتي تلاحقي دور؟ لانه بعرف حظي على طول. حظي لا، انا حظي حلو اني اعمل معك لقاء. لا. حضرتك من الشام ولا من غير محافظه؟ من ريف الشام. من ريف الشام. شو في هيك عادات وتقاليد ظريفه برمضان بتخص ريف الشام؟ انت اللي نسيتيهم هلا. لا هلا عنا بنروح على بعض، نعزم بعض. مثلا عنا اختي بعيده بنعزمها لعنا وهي بتعزمنا لعندها، نعمل لها اكلات نعملها نحن. شاكريه شاطره بالاكل؟ ايه شاكريه. مثل شو؟ كنافه.
كبه وما كبه وهيك شغلات. يطلعوا طيبين اكيد من تحت ايدك؟ أكيد, إيه؟ اكيد يعني اكيد ايه. ومشروبات هيك ظريفه برمضان مثل شو؟ محسوس وامر الدين وتمر هندي. في مسحراتي لسه عم يمروا عندكم بالحاره ولا لا؟ لا ما في. ما في؟ لا ما عم تضلوا سهرانين لوقت تصحوا؟ لا دور عم ننام من 7:30 نفطر منهم بنحط راسنا وننام. ما في كهرباء لانه؟ ما في كهرباء. في مثل بيقول اسمعي يا كني او الحكي لك يا كني اسمعي يا جار. اي متى بينقال هذا المثل؟ هذا بينقال لما تكون الحمايه مقهوره من الجاره بتقول انه حكي لك يا كني واسمعي يا جاره. انت قايلتي له هذا المثل شي مره؟ لا ما قلت ولا مره. اكيد لانه جار واضح انه بتعرفي كل تفاصيله. لا ما قلت شيء. صعبت لك الاسئله شيء؟ لا. هلا انا انبسطت بهذا اللقاء، بدي لك العام وانتي بالف خير ورمضان كريم. خير يا رب. بلش معك ولا معي؟ معه. قلت لي خفتي فورا. ها شو اسمك؟ ايمن. ايمن انت اي صف؟ ثالث. صف ثالث. انت شو اسمك؟ الما. الما؟ بتعرفي شو معنات اسم الما؟ تفاح بجد. ما برافو، هاي تربحي جائزه. موافقين. ايمن عم تتابع مسلسلات برمضان ولا ما كثير؟ مو كثير يعني. هيك عم تتابع بقعد ضوء على سما؟ مين اكثر هيك ممثل حبيته هاي السنه برمضان؟ ايمن رضا. يعني هيك بتحبه انت لايمن رضا. انت مين هيك حبيتي برمضان اذا عم تتابعي مسلسلات؟ لا تقولي لي ما عم تتابعي وقضيتيها كلها دراسه و... امبلا امبلا عم تابع كسر عظم. كسر عظم؟ ومع وقف التنفيذ وعلى قيد الحب وهدول هيك. ما شاء الله مو تاركي مسلسل برمضان بعد تابعي. اكيد بكيتي هيك وقت مات ريان ما؟ امبلا. ها شفتي كيف انا لحالي بعرف. في مثل بيقول الحكي لك يا كني اسمعي يا جار. بتعرفي بالامثال؟ ايه. اي متى بينقال هذا المثل برايك؟ ليش بينقال؟ اذا كانت الحمايه هيك عم تمدح كنتا لجارتها، واذا كانت مضايقه شوي من جارتها بتحكي كمان هيك. والله ما شاء الله كمان شاطره بالامثال. انت بتحكي امثال هيك بالعاده ولا ما كثير؟ لا. بتحضر مباريات؟ تمام. اي فريق بتشجع؟ اكثر شيء برشلونه. اكثر شيء برشلونه؟ اكثر شيء. هذا اكثر شيء؟ اكثر شيء. طب قد ايه صار لك عم تزعل هلا؟ ما صار لك شيء اسبوعين ثلاثه عم تزعل؟ بلا. مو؟ خسروا مع الفريق الالماني، ورجعوا امبارح خسروا مع قادش. بتعرف انه في كازية على طريق حمص اسمها قادش؟ لا. اي ما حدا قال لك اياها من رفقاتك بتشجع ريال مدريد؟ لا. شو رايك نعمل اتفاق انا وياك؟ بما انك انت بتشجع برشلونه بس انا بدي ربحك معي. ماشي. بتعلن هلا انك انت بتصير بتشجع ريال مدريد وبتربح جائزه مباشره؟ لا. ليش لا؟ لا. لك اسمع مني. ما بدي. شجع ريال مدريد مباشره بعطيك الجائزه. ما بدي. البرشلونيه باسبانيا باعوا التذاكر تبعتهم، انت هلا مصر انك تضل محافظ على تشجيع البرشلونه؟ مصر؟ يلا لو بكل الاحوال برافو عليك انه هيك انت ثابت، انا بزماناتي اكل 6-2 من برشلونه و5-0 و4-0 اخر شيء وضليت اشجع ريال مدريد. تمام؟ ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير ورمضان كريم. بأي لحظة ممكن مايك وكاميرا سما يكونوا قدامكم. لا تنسوا تبعتوا لنا مقترحاتكم لأسئلة لو فرضنا جدلا على صفحة البرنامج على الفيسبوك. أنا أدونيس شدود، طروني بكرة، ضلوا بخير.